بكم إلى هذه النشرة نستهلها بأبرز العناوين. الاعتداء على موكب الوزير فيصل كرامة في طرابلس، أول زواج مدني في لبنان، خلود ونضال يرويان الحكاية، والجزائر تعلن تحرير 650 رهينة، والقاعدة تفتح باب التبادل. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع يزبك وهبي ونيكول حجل. مساء الخير. قطع الرئيس عمر كرامي الطريق على فتنة كبرى في طرابلس حين وضع تعرض الموكب نجله الوزير فيصل كرامي لإطلاق نار في منطقة التل في إطار الخطأ من قبل بعض المسلحين. وفيما تعددت الروايات بشأن الحادثة، أكد وزير الداخلية مروان شربل أن الوزير كرامي لم يكن مستهدفا في الأساس، لكن عندما تعرف إليه مطلقو النار عمدوا إلى وضع المسدس في رأسه. نجا الوزير كرامي إذن، لكن إلى متى ستبقى طرابلس مدينة مع وقف التنفيذ؟ لكن في زمن بات السلاح فيه متفلتا من أي ضوابط، وفي زمن اللقاء الأرثوذكسي الذي بات المواطنون يظهرون فيه على الشاشات ليختزلوا أنفسهم بانتماءاتهم الطائفية، برزت فسحة من الأمل بطلها ثنائي لبناني تمكن من عقد أول زواج مدني في لبنان. خلود سكري ونضال درويش باتا أول لبنانيين يدخلان القفص الذهبي من باب دولة مدنية. الفتوى القانونية التي استند إليها العروسان تثبت أن ما من حائط مسدود أمام المساواة بين المواطنين، وأن السلطة السياسية هي التي تمنع اجتهادات تكافح التمييز بين الجنسين وبين الطوائف. ولعل هذا ما حصل مع مجلس الوزراء أمس حين أقر التمييز بحق المرأة اللبنانية. فقصة خلود ونضال شبيهة بقصة سميرة سويدان، الأم التي حكم لها بل حكم لها القضاء بحقها منح الجنسية اللبنانية لأبنائها العام 2009، لكن النتيجة آنذاك كانت بأن استبعد القاضي وحرم أبناء سميرة من الجنسية. إثبات زواج خلود ونضال تم في دوائر النفوس، وأصبح الملف أمام وزير الداخلية مروان شربل للتوقيع عليه. الوزير شربل خانه الأمن أكثر من مرة، فهل سيخون هو الحب هذه المرة؟